لشوطنا الرابع، تم بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا الرابع الخاص في هذا الانطلاق هنا ايضا للاذاعه القعدان، المهجنات الاصايل لابناء القبائل على ارضيه هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نتابع هذه المجريات، نتابع الانطلاق، نتابع التحدي. تعويض على الصدارة، تعويض على المقدمة على المركز الأول. من يفتتح الصدارة؟ العبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. من يأتينا؟ راع الطيارة بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. نشوان في المركز الثاني للسيد حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي، وعلى المركز الثالث لمح البصر سالم بن صغير بن حمد العويسي. من يأتينا على المركز الثالث؟ وفي المركز الرابع بركان، في المركز الرابع راشد بن سالم بن راشد الخاطري. من يأتينا على المركز الرابع؟ وفي المركز الخامس شاهين لمحمد بن حمد بن ملهوف القتبي. من يأتينا على المركز الخامس وسادس المراكز؟ شاهين سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي. من يأتينا على المركز السادس؟ وفي المركز السابع ظبيان لمسلم بن كميد بن ذويب العامري. من يأتي مع ظبيان هذا الانطلاقة السابعة؟ وفي المركز الثامن، المركز الثامن يأتي وافي على ثامن المراكز مشعل بن فهد بن عميرة بن عفيشة الشهواني. من ينطلق في هذه اللحظات هنا على المركز في هذه اللحظات الثامن؟ وفي المركز التاسع، المركز التاسع مثير لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي. من يأتينا تاسعا؟ وفي المركز العاشر السيف للسيد عقيل بن مرشد بن تركي بن بديع ايضا الشمري. من يأتينا بهذا الانطلاق؟ هذه هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا التحدي والإثارة. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى الانطلاق والتحدي مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء. وهنا الصدارة والمقدمة مع تعويض. تعويض على الصدارة، تعويض على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تعويض العبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري هو المنطلق هنا، كابتن الطيارة على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. ركز يا أبو علي، ركز يا أخوي، التركيز مطلوب. أهالي البرير يبون سلام صباحي مميز هنا من أرضية هذا الميدان من هذا الانطلاق والتحدي الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني لمح البصر سالم بن صغير بن حمد العويسي. من يأتينا على المركز الثاني؟ وفي المركز الثالث رشوان حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي. وفي المركز الرابع بركان راشد بن سالم بن راشد الخاطري. من يأتينا على المركز الرابع؟ وفي المركز الخامس شاهين سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي. من ينطلق خامسا؟ وفي المركز السادس، سادس المراكز يأتينا ظبيان مسلم بن حميد بن ذويب العامري. وعلى المركز في هذه اللحظات السابع وصل وافي، وصل وافي لمشعل بن فهد بن عميرة بن عفيش الشهواني. من وصل في هذه اللحظات؟ ومن الجانب الآخر عندك بن ملهوف مع شاهين محمد بن حمد بن ملهوف لقتبي. من يأتينا على المركز الثامن؟ وفي المركز التاسع مثير سعيد بن عبيد بن سعيد بن مرشد السبوسي. وعلى المركز العاشر الواعي يمعى بن حميد بن عمهي المنصوري. من ينطلق على المركز العاشر؟ هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى خلال هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط هنا، إلى الانطلاق،
الى التحدي مشاهدينا الكرام. لمح البصر مر وعبر على الصدارة كلها خطر. انتزع مقدمة هذا الشوط للسيد سالم الصغير بن حمد العويسي من انطلق على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني تعويض في المركز الثاني عبد الله بن سالم بن عبد الله لمسوفري، ولكن نشوان ينطلق، نشوان لحميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي من انطلق في هذه اللحظات على المركز الثاني. وفي المركز الثالث بركان راشد بن سالم بن راشد الخاطري من يأتي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع ظبيان لمسلم بن كميد بن ذويب العامري من يأتينا رابعا. وفي المركز الخامس مثير قادم على خامس المراكز سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي من ينطلق على المركز في هذه اللحظات. هنا ايضا الخامس وسادس المراكز ياتي الواعي يمعى بن حميد بن عمي المنصوري مع الواعي بهذا الانطلاق الشهير محمد بن حمد بن ملهوف ينطلق هنا بالتحدي. المركز الثامن يأتينا شاهين سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي على المركز الثامن. وفي المركز التاسع يتواجد وافي مشعل بن فهد بن عمير بن عفيجة الشهواني من ينطلق بهذا الأداء الجميل. عاشر المراكز هناك بعيد عنا، عاشر المراكز نبقى هنا مع التحدي مع الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الانطلاق. يا سلام التحديات، مثير ولمح البصر هنا بهذه المسيرة والانطلاقة والتحدي المميز مشاهدينا الكرام. مثير بدأ يتسلل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. لمح البصر في المركز الثاني سالم الصغير بن حمد لعويسي، وياتي ظبيان مسلم بن خبير بن ذويب العامري ثالثا. وفي المركز الرابع شاهين هنا لسيد سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي. وفي المركز الرابع نشوان حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي، والواعي يمعى بن حميد بن عمي المنصوري من يأتي في هذه الانطلاقة على سادس المراكز. نعود إلى الصدارة، نعود إلى مثير المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة على المقدمة على المركز الأول بقيادة أبو سهيل هنا المسيطر بهذا الأداء المميز. سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يلا يا أبو سهيل هنا نقترب 600 متر فقط. السلوم المركز الثاني، المركز الثاني ويأتينا ظبيان سلم بن خبيب بن ذويب العامري. وفي المركز الثالث هناك شاهين لبن سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، ولكن هنا مثير سلام للمرموم، سلام يا المرموم، اسعدتم صباحا يا هالي المرموم على هذا الانطلاق الجميل لمثير لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي من ياتي على صدارة على المقدمة على المركز الاول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق والتحدي والاثارة مشاهدينا الكرام. المركز الثاني شاهين سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي واللحظات الاخيرة، ولكن هنا مثير صاحب الإثارة يعلن الفوز، يعلن الناموس تهانينا والناموس سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي على هذا الفوز. سلام للمرموم، سلام. المركز الثاني وصل شاهين لسيد بن حميد بن سيد بن بدر العليلي. وفي المركز الثالث ظبيان لسيد مسلم بن كبير بن ذويب العامري. المركز الرابع هنا ايضا مشاهدينا الكرام نعود الى التوقيت الزمني في هذه اللحظات 9:36 وفاء وتماما وكمالا هو توقيت ليسجله
هنا في هذه اللحظات المثير تهانينا لسعيد بن عبيد بن مروشد السبوسي على هذا الأداء. شاهين في المركز الثاني 9:36 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي على هذا الأداء المميز. أما على المركز الثالث فكان مشاهدينا الكرام القادم على ثالث المراكز هنا وانتزع المركز الثالث ظبيان للسيد مسلم بن حميد بن ذويب العامري ب 9:40 جزء واحد من الثانية خلال مسيرته هنا بهذا الانطلاق والتحدي. شاهدينا الكرام خلال هذا الأداء بينما المركز الثاني الواعي في المركز الثالث من وصل